هلو، هاو ار يو؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلابي حبايب قلبي، طلاب الصف السادس الابتدائي اصحاب مانا كونكت 6، ويلكم باك، وحشتوني. النهارده طبعا بعتذر عن صوتي، ولكن برضه ما قدرتش اغيب عنكم اكتر من كده عشان نلحق نلم المنهج. النهارده بنكمل مع بعض يونت 1 ذا لاست ليسنز، ليسن 4 اند 5. هنتكلم عن how to write an email، ازاي نكتب ايميل، وخدنا فكره عن السيشن اللي فات. ولكن النهارده بقى هنكتب informal email، يعني ايميل غير رسمي. هنعرف بقى الفرق ما بينه وما بين الفورمال ايميل، وهنحكي كده قصه الدنيا وهي بتبعت ليلى لما سافرت اسكتلند. كل ده هنتعلمه النهارده ان شاء الله، وهنتعلم كلمات حلوه جدا وجمل جميله جدا تقدر تستخدمهم في حياتك، وتقدر تحكي بيهم وتبعت بيهم انفورمال ايميل لصديقك في اي مكان. تعالوا بس الاول كبروا الشاشه وعلوا الجوده، وكمان هاتوا ورقه وقلم عشان نكتب الجمل والكلمات ونردد ورايا بصوت عالي جدا عشان خاطر نسمع ودننا والجمل تثبت في دماغنا. ان شاء الله مش هنخرج من الفيديو غير واحنا حافظين الدرس وعارفين كويس قوي نحل عليه. كمان لو انتوا اول مره بتشوفونا يسعدني قوي تشتركوا في القناه، وكمان تشتركوا في جروب التليجرام، او اللينك هيقابلكم في صندوق الوصف. كمان ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، لان ده بيساعدنا ان احنا اولا بيفرحني جدا، ثانيا بيساعدني قوي ان انا الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس وتشوفوه زي حضراتكم كده، وان شاء الله تستفيدوا منه. فكذلك انت برضو باللايك او الشير اللي هتعمله هتاخد نفس الاكل والثواب، كانك واقف انت اللي بتشرح، لان انت وصلت العلم ده لاصحابك. يلا بقى من غير رغي كتير، ليتس ستارت. اول حاجه زي ما قلنا هنتعلم يعني ايه informal. informal يعني غير رسمي. informal informal يعني ايه غير رسمي؟ يعني مثلا انا قاعد بتكلم مع صاحبي او بتكلم مع ماما، هل مثلا اقول لها ماما ممكن حضرتك النهارده لدينا حصة، لازم يا ماما بعد اذن حضرتك نحضر ايه؟ في حد بيتكلم مع مامته كده؟ يا ماما احنا عندنا حصة النهارده وعايزين نذاكر. هو ده الانفورمال، اللغه الغير رسميه. ولكن لما اجي مثلا بقى، طبعا انا بتكلم بادب، الادب ملوش اي علاقه باللغه الرسميه او الغير رسميه، انت كده كده شاطر حبيبي ومؤدب وبتتكلم بادب. ولكن الفرق مثلا ما بين ان انا بتكلم مع صاحب بابا اول مره اشوفه اقول له ازاي حضرتك يا عمو، هل اقول له ايه عمو عامل ايه وحشتني اخبارك ايه؟ هو انت تعرفه يا ابني؟ او انت تعرفيه؟ فاقول مثلا لصاحبه ماما ازيك يا طنط عامله ايه وعيالك عاملين ايه بقى اخبارهم ايه؟ ايه ده؟ هي دي لا دي كده عيب. انما لما يكون لغه رسميه، لما يكون حد اكبر مننا بنيجي نتكلم معاه بطريقه رسميه، زي حضرتك يا فندم، اللي حضرتك تحبه، حضرتك تحب تشرب ايه، يبقى نتكلم بلغه رسميه. دي الرسمي اسمه فورمال. اما الغير رسمي informal. يعني ايه بقى informal؟ بتكلم مع ماما، بتكلم مع صاحبتي، بتكلم معاهم واقول لهم ازيك عامله ايه وحشتيني. ينفع اتكلم مع مديري واقول له انت وحشتني؟ ينفع مثلا اروح لصاحب بابا واقول له عامل ايه يا عم وحشتني؟ هو انت تعرفه منين؟ ده صاحب بابا. بابا هو اللي يقول له وحشتني، ده صاحبه عادي. يبقى الاثنين الصحاب لما يجوا يتكلموا مع بعض بيتكلموا informal language. informal language يعني لغة غير رسمية، يعني بنتكلم صحاب عادي. كمان informal مش بس في اللغة، ممكن يبقى informal clothes يعني ملابس غير رسمية، مش بدلة وكرافتة وفستان وجيبونة لا، احنا ممكن نلبس كده تي شيرت، نلبس بانس بنطلون، نلبس دريس كده حلو، فاسمها informal clothes يعني ملابس غير رسمية. برضو كمان ممكن اقول informal meeting، عفوا informal meeting يعني اجتماع غير رسمي. انا مجتمع كده مع صحابي عاملين informal meeting، اجتماع كده ايه غير رسمي كده مع بعض، قاعدين مع بعض عاملين غداوة بنتكلم مع بعض في موضوع. كمان في informal email، وهو ده بقى اللي عليك النهاردة. انا كل ده بقولك يعني ايه informal. informal email يعني ايميل او رسالة غير رسمية، ببعتها بالبريد الايميل عن طريق النت، ببعتها لصديقي في دولة اسكتلند.
سكوتلاند هي دي حدوتتنا بقى النهارده. دنيا بتبعت لصديقتها ليلى وهي بتقول ان هي في سكوتلاند. سكوتلاند هي دي الدوله الاسكتلنديه. سكوتلاند سكوتلاند سكوتلاند. الشاطر بس حبيبي اللي بيردد ورايا وبيكتب ورايا الكلمات اللي بتظهر على الشاشه. يبقى اول كلمه معانا ان فورمال ايميل. طب لو شفت ان هتبقى فورمال يعني رسمي. فورمال ايميل ايميل رسمي خطاب رسمي. طيب لو قلت ان فورمال غير رسمي. اوكي الغير رسمي ده طبعا خدنا اسكتلند يعني مدينه او دوله اسكتلندا. طيب انا دلوقتي الانفورمال ايميل ده انا بعرفه منين؟ يعني بعرف بقول اه الايميل ده انفورمال. عرفت منين؟ بيبقى فيه في اول الكلام كلمه اسمها opening phrase. احنا بنقول عليها opening phrase يعني عباره افتتاحيه. انت مش مطلوب منك انك تحفظ opening phrase ولكن مطلوب منك انك تعرفها تحفظها اوري كده تعرف يعني ايه opening. open يفتح. opening phrase جمله افتتاحيه يعني كلام او جمله بقولها كده صغيره بفتح بيها الكلام مع صاحبي. يعني مثلا ينفع اخش اقول له اي جمله كده على طول انت عارف انا اكلت ايه امبارح؟ يعني لا ازيك عامل ايه؟ اقول لك انا اكلت ايه امبارح؟ اهي ازيك عامل ايه دي اسمها opening phrase يعني جمله افتتاحيه. هنا بقى في الايميل بيقول ايه؟ هاي ليلى How are things with you? How are things with you? يعني الدنيا عاملة إيه معاكي؟ كيف تسير الأمور معك؟ إيه أخبار الدنيا معاكي إيه؟ عشان كده بنقول informal email. بيبدأ بإيه؟ بكلمة كده إيه؟ How are things؟ ينفع أقول لحد أنا معرفوش وبكتب له إيميل أقول له How are things with you؟ الدنيا عاملة إيه معاك؟ طيب الكلمة دي أنا هستفيد منها يا ميس؟ طبعا هستفيد منها جدا. كل ما تقابل زميلك في المدرسة أو كل ما تقابل زميلك في النادي أو في التمرين هتقول له How are things with you؟ كيف تسير الأمور معك؟ How are things with you؟ How are things الأشياء أو الأمور with you معك؟ فنقولها بقى بسرعة How are things with you؟ How are things with you؟ وده طبعا سؤال How كيف؟ يبقى اخرها question mark. How are things with you؟ فبتقول لها Hi ليلى How are things with you؟ كيف تسير الأمور معكي؟ وابتدي بقى أقول الحاجة اللي أنا عايزة أقولها. فهي بتقول إيه؟ I am finally in Scotland. I am finally in Scotland. 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 هي دي اللي إحنا قلنا عليها. فهي بتقول I am finally in Scotland. أنا أخيرا في اسكتلندا with my mom, dad and Hani. مع ماما وبابا وكمان هاني. يبقى راحت اسكتلندا with مين؟ With her family. مع عيلتها بابا وماما وأكيد هاني ده يبقى أخوها. بعد كده بتقول لها It's really interesting. It's really interesting يعني هي حقا ممتعة شيقة. It's really interesting. كمان لما استخدم really دي كده اقول بجد بقى really دي يعني بجد بقى هي تحفة بجد يعني بجد really دي حقا دي بستخدمها في ال informal email في العبارة اللي هي او الايميل الغير رسمي. It's really interesting. It's really interesting يعني هي حقا شيقة دي حلوة جدا دي سكوتلاند دي طلعت حلوة قوي. بعد كده بقى بتقول لها شقتها فين بالظبط بتقول لها مكان شقتها. الأول خلينا نعرف كلمة city center. city center يعني وسط المدينة في مركز المدينة. city center city center city center في نص المدينة. عايزة بقى تقول لها إن شقتنا في نص المدينة أقولها إزاي؟ our apartment فاكرينها our apartment شقتنا is تكون فاكرين لما قلنا لازم في الجملة يكون في فاعل our apartment is تكون in the city center our apartment is in the city center شقتنا في ال city center في وسط المدينة our apartment is in the city center. الجملة دي مهمة لازم تكتبها عندك وتحفظها وكمان ترددها ورايا. Our apartment is in the city center. In the city center في وسط المدينة.
Our apartment is in the city center. Our apartment is in the city center. Our apartment is in the city center. يعني شقتنا في وسط المدينة. Just next to, يعني بجانب, next to a really cool park called the Meadows. تعالوا بقى نعرفها واحدة واحدة كده. طيب next to قلنا بجانب, just next to ان هي بجانب, a really cool park يعني حديقة حقا cool رائعة, a really cool park. واحنا قلنا الصفة بتيجي الاول, يعني ينفع اقول park cool يعني حديقة حلوة, او cool park يبقى الصفة بتيجي الاول. It's a really cool park, انها حقا حديقة رائعة. Really cool park called, يعني تسمى called the meadows. Meadows, وهي دي بقى الميدوز, يعني الحديقة اسمها meadows, the meadows. ما ننساش the meadows الام كابيتال, لان دي مكان مشهور ومعروف في اسكتلند, اسمها the meadows. The meadows, يبقى نقول just next to a really cool park called the meadows. Called, تسمى the meadows. Just next to a really cool park called the meadows. Called the meadows, تسمى the meadows. The meadows, الميدوز اصلا معناها في اللغة العربية المساحات الخضراء الواسعة, فهي دي الميدوز. فعشان كده بنقول ان هي بتقول بقى من الاول our apartment is in the city center, في وسط المدينة, just next to a really cool park, بجنب حديقة حلوة جدا called the meadows, تسمى حديقة الميدوز. بعد كده بتقول ان our apartment, شقتنا دي, is on the third floor. بدل ما تقول بقى our apartment بتقول it is على طول. It is on the third floor, يعني في الدور الثالث. المين؟ الابارتمنت, الشقة. It's on, فاكرين لما خدنا it's on the 16th floor, يعني في الدور الستاشر. هنا بقى on the third floor, في الدور الثالث. And the park, والبارك, is on the other side of the street. تعالوا نشرحها بقى. لما اقول لحد on the other side, يعني في الجانب الاخر, يعني في طريق او نهر او حاجة بتفصل ما بين شارعين. فلما اجي اقول لك انت قدامي, بس قدامي الناحية التانية, الناحية التانية دي بنقول on the other side, من الجانب الاخر, من الناحية التانية. It's on the other side. It's on the other side. نقول بقى ان البارك, الحديقة دي فين من البيت بتاعها, is on the other side, يعني هي البلكونة بتاعتها وفي طريق وفي وشها على طول, تعدي الطريق تلاقي the meadows, يعني الحديقة بتاعت الميدوز. واو على الجمال. فعشان كده بتقول ان our apartment is on the third floor and the park is, البارك is on the other side of, يعني في جانب of ايه, جانب ايه, of the street, في جانب الشارع, من الناحية الاخرى من الشارع, يعني في نعدي الشارع. يبقى it's on the other side, يعني على الجانب الاخر, of the street, من الشارع. نقولها بقى ازاي عشان الجملة دي حلوة جدا ومهمة. لو عايز اقول لحد انا قدامك اهو, بس انا من الناحية التانية, يعني لما تعدي الطريق هتشوفني, يبقى ايه, I am, انا اكون on the other side of the street. On the other side, على الجانب الآخر. فهي البارك بقى is on the other side of the street, يعني على الجانب الآخر من الشارع. واو, I have a great view. فاكرينها برضو, خدناها السيشن اللي فات. أنا لدي منظر رائع, أنا دلوقتي عندي منظر تحفة. I have a great view. I have a great view over the trees, على الأشجار. كنا خدناها السيشن اللي فات, I have a great view of the street, عندي منظر رائع للشارع. هنا بقى عندي I have a great view over the trees,
فوق الاشجار. انا بقى دلوقتي في الدور الثالث والاشجار كده تحت في المدينه عشان هي اشجارها قصيره، فبشوف بقى الاشجار وبلاقي المنظر رائع. Over the trees I have a great view. Over the trees I have a great view. Over the trees انا لدي منظر رائع جدا من فوق الاشجار. كمان بقى عايز اقول لك حاجه يا دنيا، ان people الناس use بيستخدموا the park البارك دي a lot كثيرا. People use the park a lot. People الناس use بيستخدموا the park الحديقة a lot كثيرا. ليه بيستخدموها؟ ليه يعني for sports للرياضة. for يعني ليه بيستخدموها؟ من أجل. من أجل إيه؟ for sports للرياضة. And meeting friends ومقابلة الأصدقاء in the meadows في حديقة الميدوز. يبقى بتستخدمها people الناس use بتستخدم the park الحديقة دي a lot. a lot يعني كثيرا. for sports للرياضة and meeting friends وكمان مقابلة الأصدقاء. طيب لو أنا عايز أقول بقى الجملة بطريقة مختلفة، يعني احنا قلنا ان people use the park بتستخدم البارك a lot for sports للرياضة. طب عايز اقول بقى ان الناس بتحب تعمل رياضة في البارك في الحديقة، هي هي ولكن بطريقة مختلفة عشان لو جات لك في الترتيب. هنقول مثلا people like to do sports بتحب تقوم بفعل الرياضة. people like to do sports at the park في الحديقة. يبقى ممكن اقول people use the park بتستخدم البارك for sports للرياضة، وممكن اقول people like to do sport الناس بتحب تعمل رياضة at the park في الحديقة. فدنيا بقى بتكمل لها وبتقول لها so لذلك there is always يعني يوجد دائما. there is يعني يوجد للمفرد. There is always يوجد دائما something to see there يعني شيء ما تشوفيه هناك. يعني كل ما تفتحي البلكونة تشوفي حاجات كتير، تشوفي ناس بتعمل رياضة، وبتشوفي ناس بيقابلوا بعض، وتشوفي ناس بتلعب مع بعض في البارك، يبقى وبيعملوا رياضة مثلا مع بعض. يبقى دايما كل ما تفتحي كده عندي منظر رائع. There is always يوجد دايما something to see there. يوجد دايما أشياء أو شيء تقطريه، شيء بتشوفيه هناك. there يعني هناك. يبقى there is يوجد للمفرد. always خدنا بالنا إن is always دائما الكلمات الدالة بتيجي بعد am و is و are، يبقى هي ليها مكانين. نفتكر كده مع بعض. always بتيجي مع I وبعد I وهي وشي. أقول مثلا I always get up early أنا دايما بصحى بدري. طب لو قلت I am أو ينفع أقول I always I am I always am؟ لا بقول I am always. am أو is أو are always أو never أو usually الكلمات دي بتيجي بعد verb to be. فعشان كده بيقول there is always something to see there هناك. there is always something to see there يوجد شيء ما سوف تريه هناك. لا ده وكمان ايه؟ ده انا لسه هقول لك دلوقتي برضو على منظر تاني هتشوفيه غير الميدوز اللي احنا قلنا عليها. بس الاول نعرف كلمة دي. الديستنس يعني المسافة. مسافة يعني ديستنس. 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 احنا طبعا بنتعلم الكلمات مش عشان نحفظ كلمة، عشان نعرف نتتكتب ازاي في الجملة، نرتب الجملة ازاي ونتكلم بالكلمة دي نستخدمها ازاي في الجملة. فعشان كده بناخد الكلمة ولكن بنحفظها في وسط الجملة عشان خاطر نبقى فهمنا كده وعرفنا ازاي نتكلم مع اللي قدامنا. الديستنس يعني قلنا المسافة. مسافة ديستنس. مسافة ديستنس. لما اقول in the distance يعني من بعيد مش في المسافة، من بعيد على المسافة كده. دي in the distance. in the distance هي بقى بتقول لها in the distance ايه؟ we can see نقدر نشوف the famous Edinburgh castle نقدر نشوف القلعة بتاعت إدنبرا المشهورة. في قلعة هناك مشهورة جدا اسمها Edinburgh castle. Edinburgh castle. Edinburgh castle. خلي بالك التي سايلنت، بنقول castle مش castle.
castle, castle. Edinburgh, Edinburgh, castle. Edin, Edin, Edinburgh. الجي والإتش طبعاً silent. Edinburgh castle, Edinburgh castle. يبقى الحديقة المشهورة هناك meadows, meadows. أما القلعة المشهورة هناك Edinburgh Castle. عرفنا كده وتعلمنا معلومات حلوة جدا عن اسكتلند. اسكتلندا عرفنا ان هي فيها بارك اسمها The Meadows, حديقة الميدوز. وكمان عرفنا ان في قلعة هناك اسمها Edinburgh Castle. Edinburgh Castle, Edinburgh Castle, قلعة Edinburgh. فبتقول لها بقى in the distance, في المسافة دي, we can see, نقدر نشوف, يعني من بعيد كده واحنا شايفين واحنا قاعدين كده في البالكوني, on the balcony, we can see, نقدر نشوف the famous Edinburgh Castle, يعني قلعة Edinburgh المشهورة, the famous Edinburgh Castle, we can see the famous Edinburgh Castle. بعد كده بتقول لها بقى I like Scotland, انا بحب الاسكتلند جدا. على فكره دي منطقه حلوه جدا. انا قدامي بشوف on the other side, على الجانب الاخر بشوف ايه؟ بشوف the meadows. وكمان there is always something to see there. ليه؟ عشان people, الناس, use, بتستخدم the park for sports, للرياضه, and meeting friends, ومقابلة الأصدقاء. فعشان كده كل الحاجات دي, well, I have a great view, وعندي منظر رائع over the trees. عشان كده I like Scotland, بحب اسكتلندا. But, لكن, there are, احنا قلنا there is, يوجد للمفرد. There are, يوجد للجمع. There are lots of things, أشياء كثيرة. Lots of يعني كثيرة من. Lots of things, كثيرة من الأشياء. There are, يوجد, lots of things, يعني كثيرة من الأشياء. I miss about Egypt, أنا بفتقدها جدا في مصر. يبقى على قد ما هي أنا بحب اسكتلندا, وعلى قد ما هي فيها منظر رائع والبالكوني بتاعتها I have a great view, ولكن there are lots of things, حاجات كتير قوي. I miss يعني أنا بفتقدها about Egypt. تعالوا بقى نشوف إيه حاجات اللي بتفتقدها دنيا وهتقولها الليلة عن مصر. أول حاجة the warm sunny weather. خلي بالك الكلمة دي مش موجودة في الكلمات ولكن عليك الحفظ. الطقس, weather, weather, weather. وإحنا طبعا لما نيجي نوصف الطقس عندي جملتين, إما أقول the weather is warm and sunny, يعني دافي وكمان مشمس, أو أقول the warm sunny weather, الطقس المشمس الدافي, مش الشمس الحرارة العالية, يعني the warm, الطقس الدافي. ليه؟ It's never hot here, يعني الدنيا عمرها ما بتبقى حر هنا, كل البلد برد وتلج وعلى طول ساعة. It's never hot here. فهي بقى بتقول ايه؟ The warm sunny weather, it's never hot here. And specially, وخصوصا, specially, especially. بصوا حبايبي, spay, sh, السي هنا اتنطقت sh عشان جه وراها two vowels, حرفين شقاي, فبتخلي السي تتنطق sh. Especially, especially Scottish food, الطعام الايه الاسكتلندي, Scottish food. خلي بالك ان Scottish دي الجنسية اللي هي الاسكتلنديين, يعني لو قلت Scottish لوحدها الناس الاسكتلنديين سكان المنطقة, ولكن لما اقول Scottish food يعني الطعام الاسكتلندي. فScottish لازم يبقى اول حرف منها capital. خلي بالك Scotland دي بلد, اول حرف capital. الميدوز, حديقة الميدوز, أول حرف كابيتال. إدنبرغ كاسل, الحرفين كابيتال, إدنبرغ والكي والسي بتاعة كاسل. وكمان السكوتش فود, الأس بتاعة سكوتش فود لازم تكون كابيتال. فبتقول لها the Scotch food, especially the Scottish food. Scottish food is okay, يعني تمام ماشي الحال. Scotch food is okay, but the Egyptian food
is better يعني أفضل. يا بقى على الطعام المصري. I miss the Egyptian food. أنا أفتقد. يبقى حبايبي Scottish خدناها وكمان Egyptian برضو مش هتلاقوها في الكلمات ولكن المفروض إن إحنا نكون عارفينها. Scottish نعرف الفرق ما بين إن Scottish food وال Egyptian food. Scottish food Egyptian food. Scottish food Egyptian food. فبتقول لها Scottish food is okay. But the Egyptian food is better. الطعام طبعا الايجيبشن المصري افضل. تعالوا نشوف برضو بتقول لها ايه تاني. For example على سبيل المثال for breakfast على الفطار for breakfast a lot of Scottish people كثيرا من الناس الاسكتلنديين eat porridge. Porridge porridge حاجة كده اسمها عصيدة زي الشوفان باللبن شعرية بلبن الشعير باللبن يعني هي اسمها كده porridge 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 ده الأكل المصري الشعبي عند الـ Scottish people الناس الاسكتلنديين زي الفول مدمس كده عند يبقى الـ porridge they usually هم عادة make it with milk بيعملوها باللبن with and they sometimes وأحيانا put honey بيضعوا العسل on it عليها but I don't really like it I don't really like it يعني أنا حقا مش ما حبيتهاش مش بحبها I really missed my favorite Egyptian breakfast أنا حقا بقى بجد بقى I really miss أفتقد my favorite Egyptian breakfast فطوري المفضل المصري فول مدمس الفول the people here الناس هنا are nice لطف جدا وحلوين and I have a lot of new friends I have أنا عندي a lot of كثيرا من new friends الأصدقاء الجداد at school في المدرسة I often أنا غالبا بيراجع كل ده على ال present والكلمات الدالة عشان كده بقولك الكلمات الدالة بتاعت ال present simple مهمة جدا I often go to my friend's Ruhana house. يعني دايما بروح في منزل Ruhana after school بعد المدرسة. We study together. بنذاكر مع بعض. And sometimes وأحيانا we watch TV. بنتفرج على التلفزيون in English طبعا بالإنجليزي. ما احنا بقى في بلد أجنبية. Please تعالوا بقى نشوف ال closing phrase. احنا خدنا opening phrase الجملة الافتتاحية زي ايه how are things with you اوعى تكون نسيتها how are things with you كيف تسير الامور معك how are things with you طيب بعد كده closing phrase يعني الجملة الختامية closing phrase زي ايه زي اللي هنشوفها دي دلوقتي خلاص خلصت كلام فبتقول لها please من فضلك write back يعني عيدي لي الكتابة انت بقى زي ما انا كتبت لك كده اكتبي لي write back soon اكتبي لي قريبا and tell me اخبريني all the news كل الاخبار from home من البلد بتاعتنا home هنا مش قصدها البيت قصدها الوطن بتاعها اللي كانت عايشة فيه في مصر بتقول لها بقى قولي لي اخبار مصر كده ايه tell me all the news كل اخبار البلد All the news from home. Lots of love. الكثير من الحب. دي برضو closing phrase. عبارة ختامية. ليه؟ انا بنهي بيها وبقولها الكثير من الحب. Lots of love. الكثير من الحب. دنيا. يعني مضيت صاحبتك دنيا. يبقى lots of love. يعني لو قال لي كده قول لي كده زي ايه closing phrase. اقول له lots of love. الكثير من الحب. Write back soon. اكتب لي قريبا. كل دي closing phrase. أما ال opening phrase زي hi. How are things with you? طيب. وكمان قلنا ال informal email يعني الايميل الغير رسمي. خلي بالك وانت بتكتب الايميل في steps important مهمة جدا لازم تمشي عليه. أول حاجة ما ننساش حبايبي. From فاكرين? From وto والsubject. يعني من واكتب الايميل بالطريقه الصحيحه بتاع صديقي عشان خاطر ما يبعتش لحد غلط فلازم اكتب ايميله مظبوط مثلا سامر ولا سلمى at
yahoo.com. لازم اكتب الايميل بالطريقه الصحيحه. طب هبعته لمين؟ قلنا مثلا هبعته لدنيا، اي ما هبعته لاحمد، لمنى dunya@yahoo.com برضو. والسبجكت بتكلم معاها عن ايه؟ عن المكان الجديد اللي انا انتقلت فيه مثلا، فهقول لها سكوتلاند، بتكلم عن سكوتلاند والحاجات اللي فيها. وبعد كده بقول هنا هاي او دير، دير عزيزي، واقول مثلا انا بعتها لدنيا يبقى دير دنيا، واعمل كوما. وبعد كده ابتدي اقول لها هاي، هاو ار ثينكس وذ يو، كيف تسير الامور معاكي. ايوه يعني لما يقول لي رايت انفورمال ايميل، يعني ايميل غير رسمي، تو يور فريند، اكتب له ايه يعني؟ هو ده بالظبط اللي هنكتبه في كونكت 6 يونت 1. لو قال لي اتكلمنا عن the new city you move to، يعني المدينه اللي انت هتنتقل اليها. طبعا احنا خدنا ان احنا هننتقل الى، او زميلتنا انتقلت الى اسكتلند، يعني مدينه اسكتلند. طيب هتقول لها ايه بقى؟ زي ما قلنا الانفورمال ايميل، الايميل الغير رسمي، لازم يبتدي ب how are things with you، كيف تسير الامور معك. الستبس دي لازم نمشي عليها، لازم نكون متاكدين ان احنا كاتبين الايميل كويس جدا عشان ما نبعتوش لحد غلط. بعد كده بنقول الجمله الافتتاحيه اللي هي opening phrase، هاي رنا، هاو ار ثينكس وذ يو، كيف تسير الامور معاكي، هاو ار ثينكس وذ يو. اي ليف، ابتدي بقى اتكلم في الموضوع اللي بتكلم عنه. اي ليف ان سكوتلاند، ممكن اقول اي moved to Scotland، انا انتقلت الى Scotland with mom, dad and my brother، مع ماما وبابا وكمان اخويا، ممكن اقول my sister. وما انساش بعد كل جملة اول حرف من الاول جملة capital، وبعد كل جملة full stop. علامات الترقيم دي يا اولاد بيبقى ليها درجات على الايميل. Scotland، دولة اسكتلندا دي is really interesting، هي حقا رائعة او مثيرة. ما ننساش اسكتلند البلد اول حرف منها كابيتال. Our apartment، شقتنا، is on the third floor، يعني في الدور الثالث. كمان our apartment is in the city center، هو قال لي مكانها الاول. Our apartment is in the city center، في وسط المدينه. كمان في الدور الكام؟ It's on the third floor. طب جنبها ايه؟ It's next to the park، جنبها حديقة called the meadows. وما ننساش الحديقة العامة الميدوز، نكتب الام كابيتال، called the meadows. يبقى it's next to the park called the meadows. It's next to the park called the meadows. I have a great view، انا عندي منظر رائع، خدناها السيشن اللي فات. I have a great view over the trees، فوق الأشجار، ببص كده من البالكوني بلاقي I have a great view over the trees، الأشجار كده تحت وأنا باصة من فوق كده. I have a great view، ده منظر رائع جدا. People، الناس، use the park، يستخدموا، use ده فعل مهم جدا، يستخدم use the park for sports، للرياضة، and meeting your friends، ومقابلة الأصدقاء. يبقى people use the park for sports and meeting friends. People use the park for sports and meeting friends. I like Scotland، أنا بحب اسكتلندا جدا. But there are a lot of things I miss، في حاجات كتير قوي بفتقدها about Egypt، عن مصر. I have a lot of، أو there are a lot of things I miss about Egypt. There are يعني يوجد للجامعة. There are a lot of things I miss about Egypt. Scottish food is okay. الطعام الاسكتلندي بقى نقول عليه Scotch food. Scotch food، وبرضه الـ S capital لأن دي جنسية، جنسية الاسكتلنديين اسمها Scottish، أو الـ Scottish people، الناس الاسكتلنديين. Scotch food، الطعام الاسكتلندي. Scottish food is okay but Egyptian food is better، ولكن هو الأفضل. The people here، الناس هنا، are nice، لطاف جدا.
And I have a lot of friends. عندي أصدقاء كتير قوي at school. في المدرسة. وبعد كده بنهي الإيميل بتاعي بـ closing phrase. عبارة ختامية كده وبقول لها lots of love. الكثير من الحب. رقية. أنا اللي اسمي رقية. إنما ببعته لرانا. فعشان كده بقول hi Rana. How are things with you? نركز بقى ممكن نعمل سكرين شوت للايميل وده يبقى اسمه informal email ايميل غير رسمي ببعته كده بطريقه وديه لبابا او لماما او لصاحبي انما ما ببعتوش لمديري في الشغل ما ببعتوش لحد اول مره بتكلم معاه لا الايميل ده ببعته اسمه informal email يعني خطاب او ايميل غير رسمي وهو ده الايميل طبعا هتلاقوا نفس السؤال ده عندكم في lesson 4 and 5 تقدروا بقى بعد ما تحفظوا الايميل كويس جدا وتحفظوا الجمل دي الجمل دي هتفيدكم في حياتكم يعني لما نقابل اي حد مثلا نقول له نكون عارفينه how are things with you كيف تسير الامور معاك وكده نكون خلصنا الايميل قلنا informal يعني غير رسمي informal closing phrase العباره الختاميه caption الكابشن يا ولاد التعليق لما تيجي ترفع صورة على النت بيقول لك write caption اكتب كده caption اكتب اي تعليق على الصورة كده يعني هي فين الصورة دي انت خدتها امتى او مثلا مين اللي في الصورة اقول مثلا انا وبابايا اقول مثلا the meadows اكتب كده the meadows عشان اعرف الناس ان الحديقة الصورة اللي انا ببعتها دي ان دي حديقة الميدوز in Scotland distance قلنا المسافة بس احنا مش هنقول بقى distance هنقول in the distance من بعيد in the distance opening phrase اللي هي العبارة الافتتاحية طبعا احنا هنا الكلمات هنا مش مرتبة ولكن لما اجي انا برصدها ليك في الفيديو فبرصدها بالطريقة الترتيبية اللي هي opening phrase العبارة الافتتاحية زي ايه how are things closing phrase العبارة الختامية زي lots of love الكثير من الحب write back soon اكتب لي قريبا دول closing phrase informal غير رسمي tune يعني نغمه tune ليه بقى بيقول لك النغمه دي ايه لازمتها بيقول لك ان انت لما بتيجي تتكلم مع صاحبك بيكون التون بتاعك different ومختلف يعني ايه يعني طريقتك في الكلام ازيك عامل ايه وحشتني عكس مثلا لما تكون بتتكلم مع حد اكبر منك او حد ما تعرفوش بتتكلم بشكل رسمي كده ومش بتضحك ولا بتهزر ازاي حضرتك عامل ايه ابتسامه خفيفه كده انما لما بكلم صاحبي ايه يا شبح عامل ايه كده يعني هو ده التون اما الميدوز ميدوز اللي هي المساحات الخضراء الحديقه اسمها ميدوز البوريج البوريج اللي هي الاكله السكوتش فود بوريج especially خاصة especially finally أخيرا finally في النهاية infographic infographic info ال ph هنا عفوا ال ph الثانية زي info info جاية من information كده infographic يعني مخطط توضيحي مخطط كده زي الرسم البياني بيوريك information معلومات فعشان كده اسمه infographic Scottish food, Scotch food, الطعام الاسكتلندي. Squares, squares يعني ميادين, squares. Worm, دافي, worm. هناخد بقى معاه sunny, مشمس. وهناخد weather, الطقس, weather. Famous, مشهور, famous. View, منظر, view. Tradition, tradition يعني عادة وحاجة قديمة, tradition. Edinburgh Castle, قلعة Edinburgh. Arrow سهم arrow بعد كده الاكسبريشن on the other side على الجانب الاخر on the other side of on the other side of write back soon اكتب لي تاني قريب put on يعني يضع put on يضع على lots of love الكثير من الحب lots of love at the edge of على حافة يعني لما أقول at the edge of the river على حافة النهر at the edge of the river على حافة إنما on the other side على الجانب الآخر how are things with you كيف تسير الأمور معاك it's special for me يعني ده مهم جدا بالنسبة لي خاص جدا مميز قوي بالنسبة لي أقول مثلا إن this book الكتاب ده
special for me. إن ده مميز جدا بالنسبة لي. English, it's English is special for me. الإنجليزي ده مميز بالنسبة لي. ال present الهدية دي is special for me. مميزة جدا بالنسبة لي. يبقى special for me حاجة مميزة بالنسبة لي. In the distance قلنا في المسافة. طيب تعالوا كده حبايبي نحل سريعا كده. لا الاول خليني اقول في سؤال مهم جدا انا بسألهولك اخر الفيديو وياريت ترد عليا في الكومنتات او على جروب التليجرام. السؤال بيقول ايه؟ What things ما الاشياء do you miss about your country؟ ايه الاشياء اللي بتفتقدها في بلدك؟ انك لا تخيل كده سافرت بلد تانية وايه اكتر حاجة هتوحشك في بلدك؟ What things ما الأشياء what things do you miss اللي هتفتقدها about your country عن بلدك. What things do you miss what things do you miss about your country. ساعتها بقى ممكن كل واحد يرد. أنا عن نفسي I miss the Egyptian food. I miss the weather يعني the warm sunny weather أفتقد الطقس. I miss my friends أفتقد أصدقائي. I miss my family لو أنا مش هسافر معاهم أكيد أفتقدهم. يبقى tell me بقى قولولي what things do you miss about your country. طيب حبايبي كمان احنا خدنا Egyptian food مع Scottish food هنحفظها Egyptian food مع Scottish food وكمان الابارتمنت يعني الشقة دي خدناها السيشن اللي فات وكمان هناخد كلمة منزل house منزل house وطبعا عرفنا ايه الفرق ما بين house وابارتمنت. ابارتمنت شقة في عمارة اما الهاوس منزل كده لوحدي مفيش حد ساكن معايا فيه وكمان ممكن يكون حواليه جنينة صغيرة كده يبقى ده منزل house. بكده نكون خلصنا الحمد لله the last lessons in unit 1. ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده على طول هيكون مراجعة شاملة على unit 1 كله بالجرامر بتاعه وكمان هنحل حاجات كتير قوي عشان نخلص unit 1 بإذن الله قبل ما نمتحن عليه ان شاء الله وبعد كده ندخل على unit 2 على طول. Thank you so much for watching. لو وصلتوا للنقطة دي في الفيديو فأنا بجد بجد بحبكم جدا في الله. أتمنى ان انتوا تكونوا كلكم تكونوا من المتفوقين بأمر الله. ما تنسوش اللايك والشير عشان ده بيفرحني جدا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.